آذن أعلمهم بالحلال والحرام إلى اليمن، وأردفه عليه الصلاة والسلام عليًا على أبي بكر في حجة الوداع بأوائل سورة براءة. هذا القرآن يا إخوان الذي اشتكانا فيه رسول الله آية 30 سورة الفرقان، وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كم ختمتي وختمتك في الشهر في الشهرين؟ قال أهل العلم: ومن مر عليه 40 يوما وليلة لم يختم ختمة فذاك للقرآن هاجر. هذا هجر التلاوة، ثم يأتي هجر العمل وهجر الاقتداء وإلى آخره. ما في 6236 آية ما في شكوى من النبي عليه الصلاة والسلام للرب عز وجل إلا في مسألة القرآن، لأن من هنا تبدأ السعادة. أي إنسان يعاني من الشقاوة، يعاني من قلة السعادة، وإيش الحل؟ أقبل على القرآن. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. عبد الغني المقدسي كان عنده ابن عمه من العلماء تنغلق عليه المسألة، فأتى إليه قال له: يا أخي المسألة تنغلق علي، وإيش الحل؟ قال: زد وردك من القرآن. قال: فما زدت من وردي إلا وفتح الله علي. انغلقت عليك الزوجة، انغلقت عليك الأرزاق، عندك مشاكل، زيد وردك في القرآن يا أخي. هذا الله يقول: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الوقفة الثانية أيها الكرام المباركون، وهي: ما من أخ له منة على أخيه كمنة موسى على هارون، فقد دعا الله فصيره الله نبيا. 4 دعوات دعا فيها موسى، قال: رب اشرح لي صدري. والله نحتاج هذا يا أخوان، ضيق الصدر والاكتئاب، اللي ينحر بناته مخدرات وكذا وعنده وسوسة وعنده كذا، عليك بالقرآن. بعض الناس يقول: شيخ عندي وسوسة، إيش الحل؟ لا تقول لي أخذ تيغريتول ولا الحي في القرآن من شر الوسواس الخناس. اقرأ القرآن تروح منك الوسوسة إن شاء الله عز وجل. هل ممنوع أنك تتعالج علاج طبي؟ أبدا، إن الله خلق الداء والدواء، اذهب، لكن لا تغفل عن العلاج الرباني الذي لا يكلفك شيئا إلا أنك تمسك المصحف وتقعد تقرأ، بس هذا المطلوب منك. وكم من شباب والله الذي رفع 7 عانوا من هذا، فلما دلوا على القرآن أذهبه الله عنهم في أقل من شهر. أقبل على القرآن كل أسبوع عند ختمة، يسبح القرآن كما كان السلف يفعلون، فإذا به بأقل من شهر ينشرح الصدر. قال الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فكلما ابتعد عن القرآن كلما زاد القلب قسوة. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. نحتاج إلى أن تتيسر أمورنا في كثير من أحوالنا، عليك بالقرآن. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ليش؟ لأنه لما كان صغير موسى وأخذ من النهر من اليم، فقيل له: قرب له نارا أو قرب له تمرا كما جاء في السير ولا يصح مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، فقرب له التمر فلم يأكله، وقرب له النار فأخذها بلساني فأصيب بإيش؟ بلثغة. قال الله عز وجل: أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، ما يعرفش يتكلم. فكان محتاج أن يكون أحد معاه. بعض الشباب عنده تأتأة، أحيانا أطفالك يكون فيهم تأتأة، فقيل له: أقبل على القرآن. سبحان الله يا أخواني، راحت منه التأتأة فالله عز وجل. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، نكرة لتعم، وإذا مرضت فهو يشفين. واحلل عقدة، هذا اللي ما عارف أتكلم أنا، من لساني يفقه قولي، عشان يعرفوا إيش أنا بهرج معهم، إيش أنا بقول لهم. والرابعة: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. إيش الفائدة؟ أشدد به أزري وأشركه يكون وزير في أمري، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. لا تترك ذكر الله يا أخي، ولا تترك التسبيح أبدا. فقالوا: كان أعظم منا لموسى على هارون، خلاه نبي وبينهما سنة واحدة. ولد هارون في السنة التي ما كان يقتل فيها الأطفال، وولد موسى في السنة التي كان يقتل فيها الأطفال، فحفظ الله عز وجل موسى كما أنتم تعلمون. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني. هذا كله في سورة طه: ولتصنع على عيني. ما كان أحد يرى موسى إلا يحبه الله. الله يجعلنا محببين عند عباده الطيبين.
حتى لما رأته زوجة فرعون آسيا قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه، من شدة الحب الذي وقع فين؟ وقع في قلب من؟ في قلب زوجة فرعون لموسى عليه السلام، كي نسبحك كثيرا. أعظم شيء أيها الكرام، روى البخاري قال: وأعظم الذكر لا إله إلا الله، وأعظم الدعاء الحمد لله. أعطيكم دعائين فقط اليوم، واحد من هالأدعية النبي ياخذك بيدك يدخلك الجنة إن شاء الله. عن المنيذر صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في السلسلة الصحيحة وفي الترغيب والترهيب، قال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يمسي وحين يصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا، في رواية محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا، قال: أنا الزعيم لأخذن بيده فأدخله الجنة. سيب أذكر الصباح والمساء بعد هذا الفضل العظيم، وخذ الدعاء الثاني هذا، هذا الذكر وهذا الدعاء أيها الكرام الفضلاء من فوائده أنه أي أنه يقال بعد التشهد وقبل السلام، وله من الفوائد قال صلى الله عليه وسلم عند أحمد وأبي داود والنسائي في الصغرى والحاكم في المستدرك وغير واحد حسنه وصحه العلامة الأرناؤوط والألباني، قال صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث عن هذا الصحابي الجليل محجن ابن الأدرع الأسلم الثقفي، قال: دخل النبي المسجد عليه الصلاة والسلام فوجد رجلا قد قضى صلاته وهو في التشهد، قال: وسمعه يقول: اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي. فأتت البشارة، قال عليه الصلاة والسلام: لقد دعا باسم الله الأعظم، قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. هذا بعد التشهد قبل إيش؟ وقبل السلام. الأذكار تطيب بها نفسك وآكدها، أذكار أدبار الصلوات، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار المناسبات، دخول الخلاء، الخروج من الخلاء، دخول المنزل، الخروج من المنزل، وإن كان بعض العلم يضعف بالنسبة له وحسنه البعض الباقون، وهكذا. هذا الدين ما ترك مناسبة إلا وجعل فيها ذكرا. وأنصح بكتاب أبو ريال حصن المسلم، موجود قبلك، موجود تطبيقات على الجوال وبريال، خلف جيبك، خلف مخباتك، كل يوم احفظ منا دعاء، يمر عليك شهر شهرين ثلاثة قيدك حفظت الكتاب كله، لأن أنت محتاجه. دعاء الريح، دعاء نزول المنزل. يا إخوان القرطبي أبو العباس القرطبي هذا عجيب، هذا تعرفون أنه مشلول وعنده تفسير القرطبي وكتب أخرى، قرأ صحيح مسلم كله وعنده شرح على مسلم على السفينة أثناء السفر، يقول: نزلت يوما منزلا فلدغتني عقرب، فتأملت إيش الهرجة، ليش أنا لدغتني عقرب، قال: فوجدت أني نسيت الذكر الذي يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل. قال: أنا متعود كل ما أنزل منزل أقول، لكن سبحان الله بدأ اليوم ما قلت. شباب كانوا طالعين في كشتة ونزلوا منزل شاب عادي وقالوا هالدعاء، لما جوا يشيلوا أغراضهم، جاكم المقطع، لما جوا يشيلوا أغراضهم لقوا تحت عقارب وجدوا تحت إيش؟ تحت الطراريح. من الذي حفظهم في ليلهم من العقارب؟ حفظهم الله، فالله خير حافظا وأرحم الراحمين. عند ابن حبان قال: الذي يذكر الله كرجل خرج العدو في إثره فتحصن منهم في حصن حصينة. لا تسيب الأذكار الله يرضى عليك، لا تسيب أذكار، لا تطلع من المسجد بعد صلاة الفجر إلا وأنت جايب أذكار الصباح، ولا تخرج من المسجد بعد صلاة العصر أو المغرب إلا وأنت جايب أذكار المساء، لا تنام إلا وأنت جايب أذكار النوم، وهكذا دواليك. وعلم أولادك هالذكر الله يرضى عليك، وعوذهم. قد كان يجمع النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين فيعوذهما بالفلق والناس، قال: ما تعوذ أحد بمثلهما. الوقفة الثالثة وقبل الأخيرة هي كلمة حية وكلمة ثعبان، ما ذكرت إلا في قصة موسى. كلمة حية ذكرت مرة واحدة في سورة إيش؟ طه. وكلمة ثعبان ذكرت مرتان بنفس نسق الآية في سورة الأعراف
وفي سورة الشعراء فألقاها فإذا هي ثعبان مبين، بنفس النسق في سورة هذه. أحد الناس من باب الإحماض يعني، هذا لا نسلم بقوله، لكن بس نحمض لكم يعني، كما قال ابن عباس أحمض يعني من الفكاهات الجائزة. سئل أحد الناس عن أمي قال هي حية، قال فسئل عن زوجتي فقال حية تسعى. قالوا كيف حال زوجتك؟ قال حية تسعى. وقالوا كيف حال أمك؟ قال حية ترزق. إن شاء الله تكون مراتك برضو حية ترزق، ما تسعى تسيب لك مشاكل إن شاء الله. اللهم يقول لك الفضيل بن عياض كان عنده ولد مقروش متعب في حياته، فقال يا ربي اللهم إني لا أحسن التربية فربه لي، اللهم إني تعبت في إصلاحه فأصلحه لي. مواظب على هالدعاء، قال حتى صار ابنه من علماء زمانه. رب أصلحه، ادعو بالدعاء ده الله يرضى عليك. اللهم إني قد تعبت في إصلاحي فأصلحه لي، اللهم إني لا أحسن ترف ربه لي، من باب الدعاء ادعوه. لكن هل معناها كل واحد عنده كده نقول له نلزم بذلك؟ لا، الدعاء توقيفي، لكن لا مانع من الدعاء الطيب في المجال الطيب بدون أن نؤكده على الناس ونلزمهم بها. وأيضا منه ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة. الوقفة الأخيرة، أحد الإخوة الفضلاء يتكلم عن 4 تكبيرات ترفع الأيدي فيها في الصلاة. نعم، عن نافع عن ابن عمر قال زعم ابن عمر قال رأيت ابن عمر يرفع يديه في 4 مواطن في الصلاة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند القيام من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. هذه 4 مواطن يا إخوان في التكبير ترفع فيها إيش الأيدي؟ عند الإحرام، وأنت بتركع وأنت بتقول سمع الله لمن حمده، هذه 3، وعند القيام من التشهد الأول. قال وزعم ابن عمر أن النبي كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، وحديث صحيح. ورفع الأيدي في هذه المواطن مستحب والحمد لله، ونحافظ عليه جميعا. هذا ما تيسر إراده، وتهيأ أعداده على الله على ذكر صلى الله عليه وسلم. أن الحمد لله رب العالمين.